اهلا وسهلا بحضراتكم. اتسالنا سؤال كتير قوي بعد الفيديو بتاع قيصريات والبنج النصفي. اتكلمنا عن البنج النصفي ان هو اوريدي مش مجرد ان هو بيتعمل بيه قيصريات بس، لا البنج النصفي بيستخدم في عمليات كتير قوي زي القيصريات، زي عمليات الشرج، عمليات العظام كلها في الجزء السفلي من الجسم، نتيجه مميزاته اللي بتخلينا نتجنب البنج الكلي. طيب السؤال اشهر العيان واللي بيخلي العيان متخوف من البنج النصفي، هو انا ممكن يحصل لي مشكله مع البنج النصفي؟ طبعا في مشاكل مكتوبه في كتاب لازم العيان يبقى عارفها ان هي ورده الحدوث حتى ولو بنسبه قليله، انما النسبه الاكبر اللي هي العيان دايما بيبقى متخوف منها او بيمر بيها وبتخليه يبقى يعني متضايق ان هو خد بنج نصفي هو الصداع اللي ممكن يحصل بعد العمليه. هل نسبه حدوث الصداع اللي بيحصل للعيانين بعد العمليه بعد البنج النصفي موجوده؟ موجوده بس نسبتها قلت كتير. طب كان ايه سببها وقلت ليه؟ كان اسبابها نتيجه استخدام الابر اللي كانت كبيره في الحجم، دلوقتي الابر دي قلت في الحجم جدا، وبالتالي بقى نزول السائل اللي اوريدي بينزل مع البنج النصفي ويخلي العيان يحصل له الصداع قلت كتير قوي. مع التكنيكاليتي الاعلى كمان او طريقه استخدام الاعلى لدكاتره التخدير دلوقتي ان بقى الموضوع مور بروفيشنال، قلل نسبه الصداع اللي ممكن بتحصل بعد البنج النصفي. طيب احنا دلوقتي لو حصل لا قدر الله صداع بعد البنج النصفي، اول حاجه اعملها ايه؟ ان انا لازم ارجع لدكتور التخدير اللي كان معايا في العمليه اساله ايه بالظبط اللي امشي عليه كادويه، كمسكنات، كعلاج للصداع دوت، وفي حاله استمراره اعمل ايه. كل ده بيتحدد وبيقدر العيان يعرفه بزيارته لدكتور التخدير، ويعرف ايه طريقه البنج الامثل ليه والسيناريو الاحسن ليه مع نوع العمليه، تمام، بيقدر يرسمه قبليها. خليك مطمن، اسال دكتور التخدير، دكتور عمرو جابر استشاري التخدير والرعايه المركزيه.